بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم موزاييك، نافذتكم على دنيا الفن والجمال. نجول على طائفة من الأخبار المنوعة ونتناول في موضوع حلقتنا اليوم تجربة فريدة في إنتاج أول فيلم سينمائي من البيت في زمن الكورونا، وفي موضوعاتنا أيضاً شوارع في المغرب تكتسي جنباتها بلوحات تعبر عن عرفان المجتمع للأطقم الطبية في مواجهة كورونا. البداية بالأخبار المنوعة. للتعريف بجمالية الخط العربي وفنونه، أعدت وزارة الثقافة والسياحة التركية فيلماً وثائقياً قصيراً بعنوان حسن الخط، فعلى مدى نحو 10 دقائق يعرف الفيلم بتاريخ هذا الفن، كما يستضيف بعضاً من أبرز الخطاطين الأتراك مثل حسن شلبي وفؤاد بشار. الفيلم تم إعداده باللغتين التركية والإنجليزية ونشر على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة التركية. وكانت الوزارة قد تقدمت في مارس الماضي بطلب إلى منظمة اليونسكو لإدراج فن الخط في لائحة التراث الثقافي غير المادي. لم تجد الجمعية التركية الأثرية مكاناً أجمل من الطبيعة الخلابة لمحافظة إدير لإبراز جمال الرقص الأثري، فعلى أنغام الموسيقى ووسط حقول أزهار الخردل الصفراء قدمت الجمعية لوحة راقصة تعرف بتراث الشعب الأثري. الجمعية ذكرت أنها سوف تبث تلك الفعالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالعادات الأثرية وبجمال الطبيعة في محافظة إدير. وتتميز المحافظة الواقعة أقصى شرق تركيا بطبيعتها الغنية وبكونها من أوائل المحافظات التي تستقبل فصل الربيع في منطقة شرق الأناضول. عبر أوتار الكمان وبالألحان العذبة هنأت عازفة الكمان الإيطالية فياما بالوتشي الممرضين باليوم العالمي للتمريض. بالوتشي قدمت مع كمانها إلى مستشفى تور فيرغاتا في روما لتقدم للممرضين العاملين فيه حفلاً موسيقياً حياً. ومنذ عام 1974 يحتفل في 12 مايو باليوم العالمي للتمريض، ويصادف هذا اليوم ذكرى ميلاد الممرضة البريطانية فلورنس نايتنغيل المولودة في إيطاليا، وتعتبر نايتنغيل أول من وضع أسس التمريض الحديث في القرن 19. وكما أن الفن قد يكون الطريق الأقصر للتعبير عن المشاعر، فلعله كذلك أسهل وسيلة لتوجيه رسائل توعية. في ولاية كيرالا الهندية لجأت شركة استشارات إلى تسخير الرقص التقليدي للتذكير بأهمية الالتزام بالنظافة والتعقيم، فمن خلال الرقص التراثي المعروف باسم كاتاكالي يتم شرح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين والتذكير بأهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي رغم انحسار الوباء في الهند. مسؤولون في الشركة قالوا إن رقص كاتاكالي يجذب الأنظار لترائه بالحركات الإيمائية واستخدامه الكثيف للألوان، ما يجعل من السهل إيصال الرسائل عبره. في حفل قادته شخصية ميكي ماوس الكرتونية الشهيرة، فتحت حديقة ديزني لاند الترفيهية في شنغهاي أبوابها أمام الزوار بعد إغلاقها بسبب كورونا. جميع التذاكر بيعت في غضون دقائق فقط بمجرد إعلان ديزني لاند شنغهاي الأسبوع الماضي أنها ستستقبل زوارها مجدداً. وستواصل الحديقة الالتزام بالقواعد اللازمة كتقليص أعداد الزائرين والحفاظ على التباعد الاجتماعي. ديزني لاند شنغهاي التي افتتحت قبل 4 أعوام هي ثاني حديقة من نوعها في الصين بعد ديزني لاند هونغ كونغ التي دشنت عام 2005. تمسح يد الفن الحانية على جباه تعرقت لخدمة ذويها وأهلها من تغول جائحة كورونا على معظم مناحي الحياة،
فرشاة وألوان يسطر بها مجموعة من الفنانين على جدران أحد أحياء المغرب رسالة عرفان للأطقم الطبية، وبين طياتها مضامين توعوية وإرشادية لحماية الناس من شر الوباء. نتابع. هذه الجدالية صيبناها فيها الطبيب، يعني هو اللي كيتصارع مع المرض ديال فيروس كورونا كوفيد 19، ودرنا هنا السلطات هي اللي كتخلي الناس ما تخرجش من المنازل ديالها، يعني الحفاظ على السلامة ديالهم، وهذه مجرد رسالة للساكنة ديال الحارة. اختارينا فن جداريات، اولا لتقديم الشكر لهاد الناس اللي جنود اللي في الصفوف الاماميه اللي ضحوا بوقتهم، منهم اطباء، منهم اساتذه، منهم رجال النظافه، منهم الوقايه المدنيه، الامن الوطني، السلطه المحليه، الصحافه، الجماعه الترابيه الى غير ذلك. هي رسالة للساكنة باش يلتزموا بالبيوت ديالهم ويطبقوا الحجر الصحي كما يجب ويمتثلوا السلطات المحلية. كنتمنى شحال من واحد كان عنده واحد الموهبه اللي كتكون ما عارفهاش، كنتمنى انه يحاول يتحدى راسه ويوصل واحد يقدر يدير شي حاجه اللي ينفع بها المغرب. هو ما عارفش راسه واش تقدر يديرها، يحاول يقلب على راسه كثر غير في الدار يقدر يدير شحال من حاجه. وحال مثلا بالنسبه لي انا كنت صايبت الجداريه، يعني انا عارف راسي مثلا انا كنرسم، حاولت انني ندير واحد التنسيق مع السلطات ومع الجمعيه اللي خلانا اننا ما نحس بهذا الملل وكنتحدى شحال من حاجه. ولد فيروس كورونا المستجد في عدد من الشباب عزما خلاقا أصبحنا نلحظه تباعا في الكثير من المجالات الفنية. أحد المنتجين السينمائيين الشباب في تركيا تجاوز العزل والحجر بجملة أفكار ولدت فيلما سينمائيا تم إنتاجه من البيت. فرقان ديميرال يحدثنا عن هذه التجربة عبر سكايب. Bir insan ne kadar süre sonra kendini unutabilir? Bir insan kendi sesini ne kadar süre sonra unutabilir? Bir insan ne kadar süre sonra kendi yüzünü unutabilir? Salgını birlikte atlatabiliriz. Ama bunu ancak birlikte kalırsak başarabiliriz. Seni yüzümden kırarlar, dokunma! مرحبا فرقان وأهلا بك معنا في برنامج موزايك. بداية، قمتم بعمل لم نعتد عليه، قمتم بإنتاج فيلم من البيت خلال العزل المنزلي، حدثنا ما الذي دفعكم إلى إنجاز هذه الفكرة؟
Merhabalar. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Merhaban. أود أن أشكركم على الاستضافة. إذا تكلمنا بداية عن سبب إطلاق هذه الفكرة، فالأمور المثبطة التي نعيشها الآن كانت هي الدافع لهذا العمل. Yönetmenimiz Barış'ın da oyuncumuz Ahmet abinin de benim de farklı. أنا ومخرج الفيلم السيد بارش والممثلون كان لكل واحد منا عمل على حدة. كل أعمالنا توقفت بطبيعة الحال. طبعاً المدة الأولى من العزل المنزلي مرت من خلال الجلوس في البيت دون أي عمل أو خطة محددة. وعيت حينها بأن هذا الوضع لا يجب أن يستمر على هذا المنوال. لذلك قررنا عمل شيء ما، واجتمعنا لنضع الفكرة الأساسية لهذا الفيلم بالإمكانيات المتاحة. وعلى ماذا تدور أحداث الفيلم؟ يعني أجمل لنا الصورة. Filmin konusundan bahsedecek olursam تدور أحداث الفيلم حول اضطرار ثلاثة أخوة إلى البقاء في المنزل وحدهم دون عائلتهم نتيجة فرض الحظر العام والتزاما بالعزل المنزلي. الأوضاع التي يعيشونها تدفعهم شيئا فشيئا إلى الوحشية وإلى إفشاء أسرارهم لبعضهم. هذا ما أستطيع البوح به عن الفيلم الآن. طيب فرقان، تحت ظروف العزل وحظر التجول أحياناً، يعني هناك كتابة السيناريو وتوفير المعدات وهذه الأمور، هل كان هناك عائق لبعض هذه الأمور خلال الإنجاز العمل؟ çok fazla zorlukla karşılaştık. Mesela senaryoda تعرضنا لمتاعب كثيرة. مثلا كان لدينا في السيناريو شخصية إضافية كنت أنا سأؤدي دورها، ولكن مع الأسف قبل التصوير ظهر أني مصاب بكورونا، لهذا لم أستطع الذهاب إلى مكان التصوير وقمت بتغيير السيناريو واضطررت إلى إدارة عملية الإنتاج عن بعد. بالنسبة للمعدات كان من الصعب تأمينها بسبب إغلاق المجمعات التجارية، ولم نكن نستطيع جمع فريق العمل فالكل يخاف الخروج من المنزل. على سبيل المثال، في مشهد مكون من ثلاثة أشخاص لم نجد من يمسك بكاميرا التصوير أو شمعة للإضاءة. ومن الناحية المادية أيضاً هناك صعوبات جمة، خصوصاً أننا لم نتمكن من تخصيص ميزانية للدعاية والإعلان، لذلك لجأنا إلى بعض الطرق التقليدية لتجاوز هذا الأمر. وكيف تمكنت من جمع الفريق والتوفيق بين أعضائه من ناحية الزمان والمكان؟ ekip farklı zamanlarda ve mekanlarda الفريق من مشارب عدة، ولكن تجمعهم السينما. فمخرج الفيلم بارش والممثل أحمد تعرف على بعضهما في ورشة عمل سينمائية، وأنا تعرفت عليهما في أحد المعارض المتخصصة بالسينما. ما يشغلنا هو السينما، ولكل منا رسالة يريد إيصالها، سواء عبر كتابة السيناريو أو عبر التمثيل أو الإخراج. وفي النهاية كان اللقاء على هذا الفيلم. نعم فرقان، نتيجة ما نعيشه الآن تأثرت الكثير من القطاعات، وطبعا قطاع السينما أحدها. ما تأثير هذا الوباء على القطاع في المستقبل، وهل هناك ثوابت ممكن أن تتغير جذريا؟ سينما henüz 100 yıllık bir sanat dalı. السينما عمرها لا يتجاوز المئة عام، لذلك لا نستطيع القول إن لها ثوابت لا تتغير. وعلى الرغم من ذلك فهي من القطاعات التي صمدت أمام التغييرات التي خلقتها الحروب والتطور التكنولوجي. ما نعيشه من أوضاع أوجدها كورونا وإن كانت عابرة، ستزيد الأمر صعوبة في جميع المجالات المتعلقة بالسينما. شخصياً إذا شاهدت الآن شخصين يتصافحان في أحد الأفلام فسيشعرني هذا بالغرابة، وسنبقى نستغرب الأمر على ما أعتقد مدة من الزمن. ولكن نحن نعيش في عصر التغير فيه يحدث بسرعة فائقة، فضلاً عن كوننا في عصر استهلاكي، لذلك لا أظن أننا سنواصل أسلوب العيش هذا فترة طويلة. فبعد أشهر قليلة من القضاء على الوباء سيزول ذكره من بين الناس. شكراً لك فرقان على وجودك معنا في موزايك. أشكركم وجميع قنوات تي آر تي على إتاحة الفرصة لي لعرض فكرة هذا العمل. نتمنى مشاهدة ممتعة لفيلمنا الذي أسميناه الجدار الفاصل بيننا، الذي سيعرض في 20 من حزيران يونيو القادم. رمضان مبارك وأمنياتي للجميع بالخير والسعادة. طبعا نتمنى لك كل التوفيق، ولكن قبل أن نختم أحب فريقك أن يشاركنا في مداخلة عن هذه التجربة لنستمع إليها. مرحبا، أدم تشادو شوتكو تشاكر.
مرحبا، اسمي تشاداش شاكار. بسبب فيروس كورونا أغلقت جميع المدارس والأولاد بقوا في منازلهم، لذلك لم نعد نستطيع عمل أي شيء ولم نعد قادرين على الخروج والتجول أو ممارسة المشي في الحارات كما هو في السابق. أبي قال لي يوما: نحن نصور فيلما ونريدك معنا. تحمست كثيرا، كنت سعيدا جدا بالتصوير واستمتعنا كثيرا. كان ذلك بالنسبة لي تجربة جديدة ومثيرة أيضا. عندما عرض علي الأمر في البداية كنت متشككا في إمكانية إتمام هذا العمل، لأن كل شيء مغلق في البلد، الطرق والمحال التجارية، ونحن 3 أشخاص فقط. فكنت أتساءل عن إمكانية توفير المعدات الخاصة بالتصوير، وكما تعلمون فقطاع السينما تدخل فيه الكثير من التخصصات من تصوير وإضاءة ومونتاج، وكل هذه القطاعات مغلقة. الجميل في هذا العمل أنه مكننا من معرفة ما كنا نجهل في هذا المجال، وساعدنا في ذلك كوننا شبابا، فدافع التعلم وزيادة الخبرة موجود بطبيعة الحال. في النهاية التجارب كفيلة بالكشف عن قدراتك. Eğitimini aldık ancak Türkiye yetkisini altına aldıktan sonra biz de اضطررت أن أوقف أنشطتي في مجال السينما بسبب كورونا، وهذا الأمر بدأ يجرني إلى الإحباط. لذلك قلت في نفسي يجب البدء في عمل يساعدني على استعادة حيويتي ويدخل السرور إلى غيري في عزلهم المنزلي. إذا تحدثنا عن محتوى الفيلم فهو يجسد شخصيات 3 إخوة، كل له شخصية مختلفة عن الآخر. البقاء في البيت بمفردك يجبرك على طرح السؤال الآتي: هل كنا نعرف بعضنا؟ وهذا السؤال سيتبادر إلى ذهن أي إنسان بقي في بيته شهراً متواصلاً مع ذويه. أود أن أحدثكم عن بعض التحديات. أذكر أننا كنا نبدأ التصوير من خلال تشغيل الكاميرا، ثم نقف أمامها لتصوير المشهد، فكل منا كان ينجز عمل فريق كامل. تشتهر مدينة ماردين التركية بفسيفسائها الثقافية والفنية، وهذا ما ينعكس على حرفها التقليدية التي لا تزال تسم مصنوعاتها وأبنيتها وكل مفاصل الحياة فيها. حرفة الزخرفة على الحجر فن فريد دأب الحرفي آدم أشجان على تسخيره لتشكيل خطوط تروي عراقة الفن على هذه الأرض. نتابع. Taşın geleneği Mezopotamya'nın kuzey kapısı olarak فن نحت الحجارة شاع في مدينة ماردين التركية التي تعد البوابة الشمالية لبلاد الرافدين، وعرفت عبر التاريخ بكونها مركزاً ثقافياً وفنياً هاماً، واستضافت على أرضها حضارات عدة. الكثير من الحضارات مثل الميتانيين والحوريين اشتهروا بفن نحت الحجارة، ولا سيما الأرتقيون الذين مارسوه على نطاق واسع. بداية نصب الماء على الحجر بهذا الشكل، ننظفه من الأتربة والأوساخ ونرطبه، وبعد أن يجف نبدأ الرسم عليه. لمعرفتنا بهدف استخدام كل قطعة حجر، نصمم في أذهاننا مسبقاً الرسم الذي سننحته عليها. نحت الحجارة فن واسع كالمحيط، لهذا فإن نحت التصميم يتطلب منا وقتاً طويلاً. ننحت، نرسم ونرسم، ننحت، نرسم، نمحو. بعد تشكيل التصميم في أذهاننا نشرع في تطبيقه. Şimdi bu işe
بدأت بممارسة هذا العمل عام 1999، أي قبل أكثر من 20 عاما. بدأت متدربا ثم أصبحت متمرسا ومعلما له، ولا أزال أقوم بذلك إلى الآن. لممارستك هذا العمل عليك إما أن تكون عاشقا له أو محتاجا إليه، ونحن نعشق هذا العمل ونحتاج إليه في آن معا. استمرت فترة تدريبي نحو 3 سنوات، ثم طورت نفسي شيئا فشيئا وأصبحت محترفا. حققت ذلك بالعمل تحت إشراف معلمينا. لكوني مولودا في ميديا، فقد تعلمت في محترفات معلمي ميديا المشهورين. تعلمت بالعمل إلى جانبهم، هم بدورهم تعلموا هذه الحرفة على يد معلميهم قبل 50 عاما، وبفضل جهودهم ظل هذا الفن موجودا حتى يومنا هذا. taş bloklarımız artık makinasya makinasyon olarak كتل الأحجار باتت تقطع آليا، ويمكن يوميا قطع كمية من الأحجار تملأ شاحنة. سابقا حين لم تكن هناك آلة، كان عدد الألواح الحجرية المقطوعة لا يتجاوز 15 أو 20 لوحة. استخدام آلات التحكم الرقمي بالحاسوب أثر سلبا على النحت اليدوي. لقد ألقت تلك الآلات بظلالها على فننا للأسف. هناك فرق هائل بين عمل الآلات والعمل اليدوي، فصنع اليد يبهج الناظر إليه وهو أجمل. بأمر من الوالي أطلق على هذا المكان اسم زقاق الفن، وبدأنا ترميمه. بفضل مشروع زقاق الفن نحيي ثقافة نحت الحجارة التقليدية في ماردين. هذا المشروع سيطبق لاحقا على أزقة أخرى في ماردين. Dekorasyon çalışmamızın bir bölümü olan Mor Efrem Kilisesi. نحن هنا في كنيسة مور إفريم التي تشملها فعاليات الترميم، وهي تمتد على مساحة 6000 متر مربع، وشيدت عام 1884. بدأت أعمال الترميم قبل 7 أشهر تقريبا، وستستمر لنحو 2 أيضا. استخدمت الكنيسة في الماضي سجنا ومركزا صحيا وثكنة عسكرية وسكنة، أما الآن فقد أعيدت إلى أصحابها القدامى، وبدأ ترميمها، وحين انتهائه ستعود كنيسة كما كانت. من قدم الكاميرا الخفية على شاشة التلفزيون المصري، حيث رسم الفنان الكوميدي إبراهيم نصر ابتسامة الأجيال على مدار أكثر من 2 عقدين من الزمن، ليرحل عن عالمنا هذا الأسبوع عن عمر ناهز 70 عاما. نتابع هذا البورتريه عن حياة الراحل، ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.